الحامل المنظومه اللي هو حزب الله بيفرق. يعني ما راح يكون في رئيس جديد وتغيير منشود ما عم نشوف هذا المشهد لما حزب الله بيعوم جبران باسيل بثمان او تسع نواب حتى ينفخوا الى كتله بيكون عم باهله ليقول له بعدك مرشح رئاسي لتشرين ما نغلط بهذا الموضوع طيب بتشرين ترى الفراغ رئاسي من بعد نهاية الولاية رح يعمل ميشيل عون ولا لا رح بالعكس يعمل. ممكن رح يعمل. فعلا يكون في انتخابات رئيس ونلاقي تسلم وتسليم بنهاية الشهر الأول رح يعمل ميشيل عون نفس السياسة أنا أو من بعد الطوفان من بعد صهرة الطوفان نفس الخبرية بستصعب بعده متقبل فكرة أنه صهره آه جبران على الصعيد الدولي مش على الصعيد الداخلي، انه احترق، على الصعيد الداخلي السياسي بمعنى تحالفاته، يعني مستقوي بتحالفه مع حزب الله ليقول هذا هو المرشح الوحيد، هيدي بعده بس بعده بس المرشح القوي، بعد هيدا في كل المواصفات، عم يبازر مع الامريكان على موضوع الخط 29 آه وترسيم الحدود، عم يعمل بازار وين ما كان حتى يرجع يقعد صهره محله بقصر بعد هذا اللي عم يعمله، بس حتى حزب الله اذا قال لا، اذا قال لا، هذا هو م. السؤال حزب الله بيقول لا معه شو لا لن اسلم ايه لن اسلم او انه جبران باسيل او لن اسلم بيقول حزب الله لا معه اما بي, بي, بي بيعمل تخريجي حزب الله هالقد مستعد م... بالعكس م... هو بيقول انا كان في عندي دين على علي من الرئيس عون تحديدا بموضوع حرب تموز وانا كان بس قلت سوف افي بهذا الدين وفيت بالرئاسة هو بيقول أنا هيدا ديني شو عارفك إنه ما بتكمل مشان هيك البعض يقول كان هيدا الرسالة اللي هو لقاء الثنائي للإفطار اللي, آه اللي جمع وقتها الوزير السابق سامي فرنجية والوزير السابق جبران بسيل هيدا كان صيغة من صيغ اللي آه صارت ليقول حزب الله مين قال أنا ملتزم بجبران بسيل بس شو عارفك هاي الشهامة ما بتكمل لانه هي اكثر من مرة اي انا التزامي هو مع الرئيس عون قدام الله انه هذا الزلمه غلطان بحرب في مرحله وسط. كانت ايه كانت حرب على وجوده لحزب الله على على كل شيء ووقف مع الجنرال عون بوقتها بيعتبروا انه هيدا هو الدين اللي لهم عليه ردوا له الدين ردوا له اياه بغطاء بوزاره الطاقه ردوا له اياه حسن فضل الله اللي بيقول عندي ملفات هالقد وحطتها بالجرور ردوا له اياه ب وقف بي لك وقف حزب الله كسر ثورة شعبية سلمية ما حكيت عن سلاحه ما جابت سيرة سلاحه لأنه تيخلي ميشيل عون ونبيه بري وباقي أركان المنظومة وهلا الرئيس نجيب مئاتي رد له اياها رد له اياها مضاعفة لشو هالتربيح الجميلة يعني والشهامة هاي المصطنعة هاي شهامة مصطنعة من حزب الله